من كام يوم اكيد كلنا تابعنا حادثه مقتل عصام علي عطا في احد السجون المصريه، واطلقوا عليه شهيد سجن توره او حادثه سجن توره. الحادثه دي رجعت لناس كتيره في الاحداث والملابسات اللي كانت ليها علاقه بمقتل خالد سعيد ده، لانه الطب الشرعي لغايه دلوقتي ما اصدرش تقريره النهائي. لجنه اطباء التحرير قالت انه ما فيش اي اثار للتعذيب على عصام، والرواية الرسمية لوزارة الداخلية بتقول إن هو ابتلع لفافة ما أشبه الليلة بالبارحة. يعني إحنا اليومين دول بنعيش في نفس الملابسات اللي عشناها شوية في مقتل خالد سعيد، وإن هو لأ، ما حد الداخلية ما عملتلوش حاجة، لأ تم تعذيبه لغاية ما مات. تفاصيل كتيرة هنحتاج نعرفها علشان نوصل للحقيقة، ونتمنى إن إحنا ما نعيش نفس الأحداث اللي عشناها في مقتل خالد سعيد. بس برضه يبقى عندنا سؤال مش بالضرورة نتناقش فيه النهاردة، بس حتى لو كان ابتلع لفافة حشيش ولا لفافة بانجو، ازاي دخلت السجن؟ ودي برضو علامة استفهام، بعتقد انه الداخلية محتاجة ترد عليها لو ده مسموح ان تدخل حاجات زي دي داخل السجون المصرية. خلونا نتكلم عن الموضوع النهاردة. بيشرفنا يكون معانا على الهوا دكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني. نهارك سعيد يا دكتور. صباح الخير. نهارك سعيد. صباح الفل. ومعانا منى سيف وهي منسق مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين. نهارك سعيد يا منى. منى، قبل ما نبتدي نتناقش على الوضع في السجون ونشوف الأحداث كلها، انا عايز اعرف الرواية اللي عندك بمعرفتك، لأنك حضرتي شوية الأحداث مع عصام وكان في تشريح وكان في محامين، احكي لنا التفاصيل أو الرواية اللي عندك. طيب خلوني أحكي لكم الأول إزاي أنا عارفة عصام. أنا شغالة في مجموعة ليالي المحاكمات العسكرية للمدنيين، اتكونت أثناء الثورة، وشغالين بالأساس على أن احنا نقدم دعم قانوني لأي مدني بيحاكم أمام المحاكم العسكرية، خاصة الغير قادرين على أن هم يصلوا للدعم ده أو يصرفوا على الدعم ده. عصام من الناس اللي اتقبض عليهم في حادثة عشوائية في مقطم في 25 فبراير، وتحاكم عسكري، واحنا عندنا مشاهدات كتيرة جدا تقول المحاكمات العسكرية محاكمات ظالمة وتفتقر لكل ضوابط العدالة، وتحاكم عليه بسنتين سجن، وعلى أساسهم اتنقل لسجن طورة حراسة مشددة. فأنا كنت بتابع مع أخوه، وكنا خلاص تم التصديق على الحكم، وكنا يعني قبل وفاته بيوم كنا لسه بنبتدي نعمل إجراءات الطعن، وكان في حالة تفاؤل في العيلة جدا إنه هيجي فرصة إنه هما يطعنوا في الحكم، وإنه جايز يطلع فعل يعيد النظر في الموضوع ونظهر ظلمه وبالتالي يطلع براءة. يوم الخميس جالي المكالمة من محمد، قال لي بيستنجد بيا. محمد علي عطا بيستنجد بيا، متوتر جدا. قال لي إنه هما جالهم الخبر من جوه السجن من زمايله مش من إدارة السجن، إنه تم نقله لمستشفى القصر العيني، وان هم مش عارفين يوصلوا له ومش عارفين يعرفوا هو كويس ولا لا، وانه لو ينفع حد يتدخل. فكلمنا الاطباء اللي نعرفهم هناك وسالناهم لو ينفع يسالوا في عنبر مخصوص للسجناء هناك فيقدروا يسالوا يطمنوا لنا عليه. بعد اقل من ساعه جالي المكالمه الثانيه من اخوه، منهار تماما، بيقول لي ان والدته هناك وان والدته وصلت وان هو موجود في الثلاجه بتاعه المستشفى، وتم التعرف عليه يعني، وانه هو توفي. وابتدى يحكي لي انه اليوم اللي قبليها هو كلمهم من داخل السجن يستنجد بيهم، وقال لهم ان هو بيتعرض للتعذيب على يد ضابط اسمه نور، وانه بيتعرض للتعذيب باستخدام خراطيم ميه من فتحه الشرج ومن فمه. وقتها قال له، كان بيستنجد بيهم يقول لهم قدموا بلاغ، كان بعد منتصف الليل، فاخوه شخط فيه وقال له ما معناه انه انت عايزنا نقدم بلاغ فيستقصدوك اكتر فتروح فيها، استحمل الطعن قرب. وبعدين حصل اللي حصل. أما وصلت استدعيت المحاميين، لأن أنا في الآخر ما عنديش خبرة، فلا أنا هفهم الإجراءات ولا أنا أقدر أشرف على أي حاجة. واستدعينا المحاميين، والمحاميين جم وتابعوا الموضوع وكلموا مع الدكاترة، وكان في مشاكل كتيرة جدا من نوع أن هو لم يسجل أن هو دخل المستشفى، لم يسجل في السجل بتاع الاستقبال في المستشفى، هو اتوجه على طول على مركز السموم على أنه متاخد، على أنه واخد مخدرات، ودي الرواية بتاعة السجن. وقعدنا في الإجراءات لحد ما جت النيابة وقالوا لنا بشكل واضح أنه والده اتهم، قال اتهاماته بأنه متهم الضباط اللي في السجن بالتعذيب، وقالوا أنه هيتعرض للتشريح الكامل واتنقل لمشرحة زنا. تاني يوم رحنا لقينا أنه ما فيش أي إجراء بيقول أنه هيتعرض للتشريح، ما فيش أي تشريح كامل، ما فيش أي حاجة بتقول أنه هو متهمين حد بتعذيبه، واضطرينا نروح جري على النيابة ناخد منهم قرار بالتشريح. قرار النيابة نفسه مش جايب سيرة التعذيب، قرار النيابة نفسه طالب تشريح وأخذ عينات ومحدد العينات منين، وكلها لإيضاح إذا كان مات من نتيجة سموم أم لا. وبالتالي من الأول قرار النيابة
مش محايد، قرار النيابه موجه الطب الشرعي للاجابه على سيناريو، للاجابه على سؤال واحد وسيناريو واحد دون ادراج السيناريو اللي الاهل مقدمينه، وبينتهي بطلب التشريح الكامل. يعني خلينا نقف عن انه دي قصه، وبعد شويه ممكن نبتدي ندخل طيب. في تفاصيل المشاكل اللي حصلت. طب انا بس عندي سؤال تاني قبل ما اروح لدكتور ايهاب، لما هو كلم اخوه ما قالهمش ليه بيعذبوه؟ يعني ما قالش ايه السبب؟ قال السبب ان هو كان قبلها في الزياره، هي والدته كانت جايه له زياره يوم الثلاث، فهو كان طلب منها شريحه تليفون عشان يقدر يستخدم شريحه التليفون، وهي بتديله شريحة التليفون في حد شافه وفتن عليه للضابط، فإنه كإجراء تأديبي الضابط عمل كده. لكن جزء كإجراء تأديبي، ها؟ كإجراء تأديبي ده تصور أهله، لكن كمان اللي حد الفتن عليه قال إن هو بلع برشام، وده ممكن يبقى سبب الرواية اللي تبنتها بعد كده الداخلية. بس الحاجة التانية المهمة نعرفها إنه الزيارة كانت يوم الثلاث، هو تعرض للتعذيب الثلاث بالليل لما كلم اهله، والاربع يعني هو تعرض للتعذيب على مرتين، وزمايله في السجن بياكدوا ده. طيب دكتور ايهاب، تعليق حضرتك على الحادث. طبعا هو حادث مؤسف، ووفاة اي شخص في اي ظرف من الظروف بيشكل يعني احساس صعب بالنسبه لاسرته، واحنا طبعا بنتعاطف جدا مع اسرته، وربنا ان شاء الله يرحمه ويرحم موتانا جميعا. بعيد عن مشاعر الحزن، لازم نتكلم بموضوعيه، لان احنا في مصر بنمر بظروف غايه في الخطوره. الثورة قامت يمكن من ضمن أسبابها الشرطة، وإحساس المواطن المصري بأن الشرطة مش بتنصره وأنها بتستخدم القسوة والعنف، مفروض أن احنا يعني أنا كنت أحب أن الشباب الجميل اللي عنده الحماس الرائع اللي احنا فيه النهاردة يبتدي يفرز فرز منطقي ودقيق بين الصح والغلط في المرحلة اللي احنا فيها. أنا النهاردة عشان أقول أن الشاب قتل، يبقى أنا كده أصدرت حكم مسبق على أن في حد قتله، وده ممكن يكون وارد أنه يكون مش صح. المشكلة أن احنا بنوجه مشاعرنا دلوقتي كلنا تحت مظلات، لو واحد مات في سجن يبقى أكيد اتعذب ومات. الواقعة كلها ممكن تكون صح، ما بقولش أنها ممكن تكون غلط، أو ما بقولش أنها لازم تكون غلط، إن ممكن تكون صح، إنما في احتمال مقابل 50% أنها تكون الواقعة كلها غلط، وأن الأخ محمد اللي قال أن هو أخوه كلمه قال أن هو بيتعذب ويكون كل كلام مش صح. الفيصل هنا إيه؟ هو القضاء والمحاكم والطب الشرعي، وان احنا نثق في بعض. انا طيب. انا بطالب هنا بحاجتين، ان احنا نبتدي نبقى موضوعيين اكتر شويه، لان ده مهم قوي، لان الناس مش هتقدر تستحمل انها تتشحن اكتر من كده. الحاجه الثانيه ان لازم يبقى في نوع من الردع ضد من يتجاوز في التعذيب، او ان هو يعمل تعذيب من اساسه، وبالتالي يبقى في عقوبه واضحه وصريحه ومحدده بالنسبه للتعذيب. وانا مع جماعه حقوق الانسان في ان هم بيقولوا ان احنا نطالب ان جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم. صحيح. وفي نفس الوقت لازم يكون في عقوبه لمن يبلغ بلاغا كاذبا. طيب معلش هنقف هنا ثانيه واحده، عشان معانا على التليفون اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخليه لشؤون السجون. صباح الخير سياده اللواء. يا فندم نهارك سعيد يا فندم. يا نهارك وسعيد جميعا. سيادة لواء، انا بس هطلب من حضرتك لو عندك شرح، او لو عند حضرتك اي تفاصيل عن مقتل عصام علي عطا داخل سجن تورا من كام يوم. هو طبعا هو دخل عندنا السجن في يوم في شهر فبراير سنة 2011 في قضية الاستيلاء على وحدة سكنية مملوكة للدولة، وخد الحكم بتاعه سنتين، وكانت النتيجة ان هو في خلال زياراته كانت عادية، ويوم 25/10 زارته والدته وخطيبته، بعد ما زارته بيوم والدته وخطيبته اللي هو يوم 27، يعني فات يوم 26، يوم 27 شعر بقيء وراح للدكتور بتاع السجن اداله دواء ضد القيء او حقنه ضد القيء، وبعدين رجع تاني قعد مع زمايله، وبعد كده رجع له القيء تاني وبشده، وحصل رغاوم الانف، كان نتيجه ان هو تم ترحيله ترحيل فوري بناء على تقرير طبيب السجن ان هو عنده تسمم دوائي، و راح لمركز السموم في المستشفى المانيال الجامعي، فهم بيسعفوه توفى، وكانت نتيجة الكشف الطبي برضو
ان هو نتيجه الوفاه هبوط اللي هو قيء دموي حاد وهبوط بالدوره الدمويه ادى الى الوفاه نتيجه تسمم ماده تمام. غير معلوم. طيب سؤالين يا فندم. بعد كده اقول لحضرتك حاجه ان لم يثبت في انا في جسده سمت اي تعديات او اصابات. هذا ما هو وارد من تقرير طبيب السجن وتقرير اللي هي مركز السموم. بعد كده احنا كنا عملنا محضر وتم العرض على النيابة. باشرت النيابة التحقيق، انتقلت فوري الى السجن، سألت المساجين وادت قرار بتشريح الجثة وتم تشريح الجثة. والطبيب الشرعي ما بيقولش لنا ايه نتيجة التشريح ولكن بيبعتها للنيابة. ويمكن في احد الاطباء الشرعيين ظهر على احد القنوات سمعت ذلك وقال الكلام ده وطلعت الجرائد بتاعت الصبح وقالوا ان الوفاة نتيجة تسمم او حاجة زي كده. طيب سؤالين يا فندم. الاول هناك بعض الشهادات اللي بتقول من داخل السجن ومن اسرته بتقول انه عصام كلم اخوه وقال له ان هو بيتعرض للتعذيب وان هو اتعرض يومين للتعذيب، وشهادات من داخل السجن بعض السجناء قالوا ان هو كان بيتعرض للتعذيب. تعليق حضرتك ايه على الشهادات دي يا فندم؟ لو الشهادات دي موجوده يتقدموا بيها للنيابه ويتبقى النيابه بتفحص في مدى جديه هذه الشهاده ان كانت صادقه او غير صادقه. طيب. وده بطرق معينه النيابه بتتاكد منه. طيب اما عمليه معلش ارجو ان من هذا الموضوع ان احنا ناخد فيه حاجه معينه. احنا في قضايا بتتحب تتعمل كراي عام عشان خاطر يهدوا في الجهه اللي هم عايزين يعملوها. احنا فينا تحقيقات نيابه ومفيش حد هيتستر على جريمه ايا كان اللي عملها. لا لان اللي عملها لو في جريمه وقعت مفيش مخلوق هيقدر يتستر عليه لان مفيش مصلحه للتستر على جريمه او ازهاق روح وده امر طبيعي. طب سياده اللواء السؤال الثاني هو لو فعلا انه هو ابتلع ادويه او حبوب او ايا كانت الحاجات اللي هو ابتلعها اصلا دي مش علامه استفهام ازاي الحاجات دي دخلت السجن في ظل ان احنا بنقول ان المفروض سجن مؤمن؟ لا ما انا اقول لحضرتك يعني حاجة. بعتقد انه هنا في يقع على السجن برضو خطا ما ان الحاجات دي سمح بدخولها داخل السجن. اقول لحضرتك حاجه بالنسبه لكيفيه دخول الاقراص المخدره او المواد المخدره الحشيش في طرق كتيره جدا عندنا وهذه الطرق يعني يمكن بعد الواقعه دي تم ضبط وقائع كتيره ناس في بتخفيها في داخل جسمها اما عن طريق البلع او عن طريق فتحه الشرج وده بيعملوها كتير وعندنا قضايا مظبوطه وفي قيد تحقيقات النيابه مماثله لهذه الواقعه. هو بقى لسه تقريبا في وقائعه الاول في وقائعته الاولانيه تقريبا والله اعلم وزي ما الطب الشرعي يقول وحتى لا اصادر على هذا الموضوع الطب الشرعي هيظهر هذا الموضوع لكن احنا عندنا قضايا مماثله كثيره من الابتلاع هذه الحبوب في صوابع بلاستيك من اللي بتتلبس في الجوانتيات دي وبتتربط كويس وبيبلعها السجين وبعد كده يخرجها وياخدها يتاجر بيها. ده اسلوب من ضمن الاساليب ويا ريت بس ده في كميات بتظبط نتيجه هذا الموضوع وهذا الموضوع تحقيقات نيابه واذا حبيت اجيب لحضرتك ارقام قضايا بعد هذه الواقعه حتى موجوده عندنا في السجون. سياده اللواء